نبيلة علاقة فيها خصوصية فظيعة في ضعفها وفي حبها وفي انتوا ناسيين حاجة مهمة قوي. نبيلة عبيد حلم كل راجل عربي. أنا كل حلم راجل لأن الأنوثة اللي في نبيلة عبيد هي كانت جزء من نجوميتها والناس بتخاف إنها تقول ده على إنه تقلل من قيمتها كفنانة. بس أنوثة نبيلة عبيد كانت جزء من نجوميتها. الحاجة الثانية اللي هي عملت عليها عمر نبيلة عبيد ما ظهرت في مكان إلا وهي نجمة. يعني أنا هقول واقع مرة خبطت عليها لأن كنا في بلد وكانت طالبة مانيكير فبعتونا فقالت لي لما خبطت عليها قالت لي لا يا الناس خلاص أنا قلعت الحق فلانية. قلت لها طب فيها؟ قالت لي لا أنا نجمة ما حدش يشوفني غير وأنا طالعة. حافظت على النجومية دي ودفعت عنها وعملتها بنفسها. قد ايه هي انثى الانثى. انا شايفه انها كانت جزء مهم جدا من نجوميه نبيلة عبيد. عمرنا ما شفنا نبيلة عبيد ماشيه شعرها منكوش. عمرنا ما شفنا زي ما بنشوفهم دلوقتي بيطلعوا على المسرح النجوم ما لهمش اي. فين نجمات مصر؟ فين نجمات مصر اللي هي تطلع تحس في نجمه لابسه شعرها حلو شكلها حلو انثى بتتدلع؟ كل ده حاجه حلوه في 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 في, في النجوميه. عمر النجمه الناشفة ما بتاخد نجومية. أنا شخصيا بحب النجمة اللي دلعها. أنا بحب نبيلة عبيد دلعها بجد. بحب دلعها وبحب أنوثتها وبحب أتفرج عليها وأتعلم منها وأقول هي دي المرأة كما يجب أن تكون. قيمة وقامة وأنوثة ودلع. لازم تغير الحاجة اللي أنا بطلبها من نبيلة عبيد ويمكن طلبتها امبارح وقالت لي قوليها في الندوة. أنا عاوزاها تعمل جايزة باسم نبيلة عبيد. أيوة نبيلة عبيد هي المشهورة ولازم فعلا نعمل لها جايزة. أنا خلصتها خلاص.